لو طلب منا اختصار أزمة العراق اليوم في كلمة واحدة لما اخترنا غير مفردة الموازنة، فحياتنا تعتمد عليها وأزماتنا دولة وشعبا تنتج عنها، بل حتى علاقاتنا الخارجية مرهونة بها. مثلا مع انخفاض أسعار النفط كان لابد لنا من الاقتراض الخارجي والداخلي، وهذا الاقتراض أصبح قيدا جديدا قيدتنا به الموازنة. مع هذا، هل تقتصر أزمة الموازنة على سنتنا هذه؟ كلا، فمنذ 17 عاماً اختصرت الموازنات أوضاعنا وتلاعبت بنا بين الثرى والثريا. في أيام الموازنات الانفجارية كنا نطل عليها قائلين لها بارك الله بك وبكرمك الباذخ، أما في وقت الأزمات الاقتصادية وانخفاض سعر النفط فنشيخ عنها قائلين لا بارك الله بك، ما أقصر لحافك عن أرجلنا الطويلة، جزء من العالم السري لمفردة الموازنة. كشفه اليوم خبير اقتصادي مرموق حين قال إن مجموع الدين العراقي بلغ أكثر من 134 مليار دولار موزعة بين أنواع من الديون والمستحقات القديمة والجديدة، كل ذلك نتيجة الخلل المزمن في موازنات العراق، إذ لم ننجح في توفير مصادر تغذينا بعيداً عن النفط، بقينا دولة ريعية نبيع النفط ونشتري البضائع من خارج البلاد، لا صناعة ولا زراعة، لا سياحة ولا استثمار، النفط هو الدم الوحيد الذي يتدفق في شرايين الموازنات، وكله يذهب رواتب لملايين الموظفين الزائدين عن الحاجة أو لشراء بضائع كان يمكننا إنتاجها لو أحسننا إدارة أمورنا. أثناء استقباله لممثلة الأمم المتحدة في العراق لم يغب ملمح من ملامح فلسفة الموازنة عن ذهن المرجع السيد علي السيستاني، فقد أشار إلى ضرورة المضي في السيطرة على المنافذ الحدودية، والمنافذ الحدودية هذه شريان شبه مغلق في قلب الموازنة. ألم نقل لكم مفردة الموازنة تشبه الباسورد؟ رددناها انفتحت مغارة من المشاكل الكبرى التي رافقتنا منذ 17 عاماً. قولوا موازنة وادخلوا مغارة علي بابا إذن.